السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير، صحتكم لاباس؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، وكنتمنى من المتتبعين ديالي كاملين يكونوا بصحه جيده ويكونوا في احسن ايامهم يا ربي امين. اليوم البنات كيبان ليا اليوم نهار طلع بكري، هانتوما كما كتشوفوا دابا يلاه 9 دقائق القسمين والنهار هو بدا يطلع، يعني فجر الحمد لله ما شاء الله. يعني كنظن مادام انه طلع دابا بكري فباغا نمشي لواحد البلايصه كتكون زوينه فريمون بزاف وفيها منظر خلاب ان شاء الله، فغادي نديكم معايا تزوروا معايا هذيك البلاصه. وعلى ما بين نمشي لديك البلاصه غادي ندير معكم واحد دردشه خفيفه ظريفه، ندير معكم دردشه خفيفه ظريفه على ما بين نوصل تمايا. فهاد الدردشه غادي تكون نيت مفيده، ما غاديش تكون خاويه، غادي نقولوا الناس اللي شكون هما الناس اللي عندهم اللي غادي تجيهم ساهل يجيو لهنا، وشنو انواع العمل اللي الا جيتي طلبهم هنايا في لافرونس. فالناس اللي يمكن ليهم يجيو لهنا هما الناس لهنا لفرنسا، هما الناس اللي عندهم الجنسيه، هادو بسرعه كيجيو، يعني ما يلقاوش مشكل باش ياخذوا لي كارت سيجور لوليداتهم ولعيالاتهم، واخا ما يكونش عندهم جنسيه العيالات ديالهم ولادهم الا ما كانش عندهم جنسيه فكيلقاوش مشكل باش ياخذوا لهم. بشرط شريطه هي ان الوليدات اللي غادي تجيبوا معاكم من الاسبان عندك جنسيه اوروبيه بصفه عامه، بغيتي تجي لافرونس الوليدات اللي جايبهم معاك يا اما خاص تكون عندهم الجنسيه باش يكملوا معاك هنا الحياه ديالهم، يا اما الا ما عندهمش الجنسيه فضروري يكونوا قل من 18 عام، حيت لا كانوا اكثر من 18 عام فما كيمكنلكش دير لهم لي كارت سيجور دو فرانس، كتولي صعيبه هنايا هاد العمليه وكتولي شويه كتوقع في مشاكل من هذا النوع. يعني احسن حاجه هو ان الانسان تكون عنده جنسيه، وليداتو عنده الجنسيه مزيان، ما عندهمش الجنسيه ضروري خصهم تكون عندهم قل من 18 عام. هذه هي النقطه الثانيه. النقطه الثانيه اللي بغيت نهضر عليها الناس اللي عندهم ترخيطه اونيون اوروبيه، يعني الناس اللي كاينين تما في الاسبان بغاو يجيو لهنا كيمشيو يدفعوا كيطلبوا ترخيطه اونيون اوروبيه. هذه من الحوايج اللي ضروري خصها تكون عندك باش هنا كيخول لك انهم يديروا لك التا، حيت هنا الا ما كانش عندك ترخيطه اونيون اوروبيه او الجنسيه او كومونيتاريا فما كيمكن لهمش يعترفوا لك بالالتا ديالك، يعني بالفيش دو باي في العمل ما كيعترفوا لكش بزاف د الحوايج، حيت هنايا عندك شهاده السكنه، الفيش دو باي، شهاده السكنه وخدام، فبسرعه كدير لي كارت سيجور ديالك، يعني ما كتلقاش فيهم مشكل، وهادو ما كيتعطاو لك حتى كتكون عندك هاد الشروط هادي، يعني من واحد الناحيه. ونبغي نقول لكم من الناحيه الثانيه هما ان الناس اللي عندهم جنسيه وجاو لهنا لفرنسا فحتى هما ملي كيدفعوا للزوجه ديالهم كارت سيجور دو فرانس يطلبوا حتى هما كارت سيجور دو فرانس ليهم ولوليداتهم. فالناس اللي عندهم جنسيه كارت سيجور دو فرانس ما كيخلصوش عليه، ما كتخلصوش الطاسه كما كنقولوا، الطاسه ما كتخلصش لي كارت سيجور دو فرانس للناس اللي عندهم الجنسيه. هذه عن تجربه، انا كنت دفعتها، الزوج ديالي عنده جنسيه ناسيوناليتاد اسبانيول فدفعتها ما خلصت حتى ريال، في حين ان الناس اللي عندهم الازواج ديالهم عندهم جنسيه فرنسيه كيخلصوا ملي كيبغيو ياخذوا كارت سيجور. ونزيدكم واحد الحاجه اللي هي مهمه، الناس اللي انا مثلا عندي كارت سيجور دو 5 ans، عطاوني كارت سيجور دو 5 ans، وهاد 5 ans شكون اللي قدروا، علاش قدروا يعطوها لي؟ حيت ملي يجي الزوج ديالك او لا انت ولا شكون اللي غادي يجي، يعني خاص يطلب ليهم يتعامل زوين مع الباترون ديالو وياخذ كونطرا سي دي اي. فإلا كانت عنده كونطرا سي دي اي، كونطرا دو ترافاي سي دي اي، كتخول ليه انه ياخذ ديريكتومون، لا هو ولا الزوجه ديالو ولا وليدات ديالو، ديريكتومون كيعطيوه 5 كون في كارت سيجور. الناس اللي عندهم جنسيه فرنسيه وكيجيبوا الزوجات ديالهم من المغرب
اولا من بلاصه وحده اخرى كيديروا غو غوباسيون فاميليال، فهادوك ما الا ما كانتش عندهم، الا كانوا مع لانتيغيم وما عندهمش سي دي اي فكيعطيوهم غير عام في المره الاولى، في حين ان كما قلت لكم حنا الا كانت عندك سي دي اي فكيعطيوك ديريكتومون كارت سيجور دو فرانس دو 5 عام. هذه هي البلاصه البنات اللي قلت لكم، اوي اوي هذه هي البلاصه البنات اللي قلت لكم كتعجبني بزاف بزاف بزاف، وكنتمنى تطلع الشميشه باش كتشوفوا واحد شروق جد جد ممتع وزوين بزاف بزاف بزاف. هنا غادي نكمل معكم الفيديو ديالي ان شاء الله. كنا كنقولوا بلا انا الناس اللي غادي يجيو قلنا شكون هما، ما كنقولش واحد النقطه غايجيو بزاف غايقولوا لي لا راه الناس اللي عندهم غير ريزيدنسيا اسبانيول راه يمكن لهم يمشيو ويسكنوا في لا فرانس ويديروا تا كارتي جور دو فرانس. وي انا ما كنقولش لا حتى حاجه، ما كاينش شي حاجه اللي هي مستحيله، اي حاجه بالعزيمه والاراده والصبر فكتكمل ان شاء الله، ولكن كتكون عندهم صعوبات كثيره 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 ورب العمل كيولي هو اللي متحكم، لان كما قلت لكم كارتيجور كتحكم فيه نوعيه العمل اللي انت كتخدم، ماشي نوعيه يعني واش خدام في مثلا البني ولا هادي ولا دي، لا النوعيه ديال كونطرات العمل هي اللي كتحكم، واخا تكون خدام ميناج واخا تكون خدام فاش ما كان، نوعيه الكونطرات العمل هي اللي كتحكم ماشي نوعيه العمل، كتحكم لك النوعيه ديال كونطرات العمل واش كونطرا سي دي اي ولا سي دي دي ولا، هادو هما اللي كيتحكموا في الكارتيجور ديالك. ثانيا كنا كنقولوا هادشي، ومن بعد كما قلت لكم البنات باش تجيو لهنا لا فرونس ما كيطلبش شي حاجه اللي هي كبيره وصعيبه بزاف، كتطلب العزيمه والاراده وتكون قويه والصبر يكون والتفاهم، الناس اللي كيكونوا مزوجين وعندهم وليدات فخصهم الصبر ثم الصبر، الناس اللي ما عندهمش وليدات فتجيهم ساهله بزاف 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 ما غيلقاوش مشكل سيرتو اللي عندهم جنسيه. بالنسبه لاول حاجه قلت لكم قبيله غادي نقولوا شنو انواع الخدمه اللي يمكن لك تخدم فيها ملي تجي، فملي كتجي لهنايا لا فرونس ما غتحتاج حتى شي حاجه، غتحتاج حاجه وحده البلاصه اللي غادي تسكن فيها، شي حد غادي تسكن معاه اللي تقدر تحط عنده في ديك الايام الاولى. فالناس اللي ما عندهم حتى واحد كياخذوا لوطيل واحد 3 ايام 4 ايام ياخذوه في المناطق اللي هي جهتها العرب، كيمشي للمناطق اللي فيها العرب كيسول على شي حد اللي كيكون كيعرف شي واحد كيكري الاولاد معاه ولا البنات معاه كيكريو عفوا كتسولوا عليه كيوريوه لكم ضروري كيكونوا كاين دراري كاينين عزاره كيكريو الدار ديالهم بيوتا، كيكونوا شادين الدار على حساب الاش ال ام وكيكريوها بيوتا ولكن ما خصهمش يديكلاريو بهذه المساله كيكريوها بنوار داكشي نوار، فساهل ومشود هذا الشيء بزاف بعد تكريو موجود بزاف، فيعني ماشي بالضروره خصك يكون كاين شي حد تما فرنسا باش تقدر تمشي وتنقل ليها، يعني دير غير بحال واحد جوله بسيطه خفيفه ظريفه تجي للبلاصه، يعني عندي راسها قبل كتكون عرفتي المدينه اللي نتايا فيها قبل ما تجي، خاصك تعرف المدينه اللي فيها الخدمه اللي بزاف اللي كتواجد فيها الخدمه بزاف اللي عندك نتايا في لي كومبيتونس ديالك اولا اللي عندك فيها ديبلوم ولا اللي فايت لك خدمتي بها ولا اللي كتبغي تخدم فيها، فكتعرف هذيك المدينه اللي فيها هذا النوع ديال الخدمه بزاف كتجه ليها نيشان، كتمشي دير بحال واحد بتي فاكونس غير بوحدك كتشوف كتعرف كتجلس في قهيوات كتجلس مع الناس العرب كتعمر جهات العرب كتاخذ افكار من عندهم كتسول مثلا انا بغيت نجي هنا واش كاين شي واحد معاه من تكري ولا هادي، كيعطيوك معاه من تكري ضروري ضروري غادي تلقاوه، ما كيكونش ما صعيبش هاد المساله هاد النوع ديال الكرامه ما كتلقاوهش صعيب بزاف، فكتكري مجرد ما غادي تكري يعني دابا هنايا انت لقيتي سكن هنا غير مجرد ما تكري تمشي تدفع باش تخدم، كتمشي لانتيغيم لانتيغيم هما لي زاجونس اللي كيتكلفوا كيخدموا كيقلبوا الناس على الخدمه بحال الشكل ديال لانابيك في المغرب كيخدموا كيقلبوا الناس على الخدمه، فملي كتمشي لانتيغيم كيقول لك خصك ضروري تكون موجد واحد السي في عام قبل تجيبو معاك من لسبان واجد مقاد باش ما تبقاش تضيع الوقت ديالك، كتكون موجد لان ما تكونش عارف فين هما لي سيبر فين هي البلاصه اللي يمكن لي ندير فيها السي في فين هي هادي، جيب معاك داكشي ناضي يكون مكتوب بالفرنسيه ماشي بضروره السي في يكون فيه شي حاجه اللي هي واو
المهم هنا كلشي كتخدم فيه، كتجي كتدفع كتمشي لانتيغيم كيقول لك شنو نوعيه العمل اللي انت بغيتي. انا بالنسبه ليا كنقول لكم دابا حاليا واحد يلاه جا غادي تطرح عليها انواع العمل اللي عندك نتايا باش يقلبوا لكم عليها شنو الحاجه اللي نتايا كتجيدها وكتخدمها مزيان باش يقلبوا لكم عليها. عندك ديجا لي ديبلوم دافورماتيك ولا شي حاجه فغادي تحاول تطلب، ولكن كيكون خصك دير الكومبارابيليتي ديال دوك الشواهد، يعني كياخذ لك واحد الوقت يعني قبل كتخدم فاش ما كان. هاد فاش ما كان غادي نقول لكم انواع العمل اللي هي متواجده هنايا في فرنسا وتقدر غير تفعلها اليوم تصبح خدام. عندك البني مطلوب بزاف، الا كنتي كتعرف البني فراه مطلوب بزاف وسميتو يعني كتقوليها انا وكيحترموا الناس اللي كيكونوا كيبنيو بزاف التصالير ديالو زوين. كطلب البني مثلا البنات وتا الرجال كطلب كي كنقول لها بريباراتور دو كوموند كطلبها كتقول لهم انا بغيت غير بريباراتور دو كوموند ماشي مشكل. كيعطيوك هاد بريباراتور دو كوموند موجوده هنا في فرنسا موجوده في جميع المدن ودائما كتسجل فيها حتى كيعيطوا لك ما كتكملش النهار ديالك كيعيطوا لك ولا ديك الساعه انت غير ما تقول لك راه عندنا البوست في البلاصه الثانيه واش تمشي ليها فكتصبح خدام. لي ديمارش اللي خصك ديرهم يعني ملي كتلقى الدار اللي انت غادي تستقر فيها طلبتي خدمه ولقيتيها، اول ديمارش بعدا قبل ما تطلب الخدمه كتمشي دير شهاده السكنه. شهاده السكنه كديرها في واحد الجمعيه كتكون خاصه بالناس المهاجرين، كيمشي غير كيعطوك لان هنا في فرنسا هذاك اللي ساكن انت معاه راه ما يقدرش يعطيك شهاده السكنه واخا تكون اختك راه ما تعطيك شهاده السكنه، لان ديك شهاده السكنه كتولي عندها فيها هي بزاف المشاكل وبزاف العراقيل منها لي زامبو كيجيو يسولوها في الاخر هذاك السيد اللي كان كاري عندك راه خصك تخلصي عليه لي زامبو سيغتو ما كيتيقوش هما الصراحه كدير لهم مشاكل ما كيتيقوش ان راه لا راه كان كاري فابور ولا غير ساكن عندك ولا واخا تقول فابور كتكون شويه المشاكل. فاحسن حاجه شهاده السكنه وديك شهاده السكنه كتمشي ديرها قلت لكم في جمعيه غادي نكتب لكم اسم الجمعيه في صندوق الوصف ان شاء الله نوصل للدار غادي نكتب لكم اسمية الجمعيه اللي كديروا عندها شهاده السكنه. هاد الجمعيه كتبقى ملي كدير عندها شهاده السكنه جميع البريات ديالك جميع اي حاجه هنايا في فرنسا كتخدم بال بوست بزاف 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 فاي حاجه كديرها بديك شهاده السكنه وكلشي كيوصل لك لديك البلاصه ديك الجمعيه وكتمشي عندك واحد ملي كتوصل شي حاجه كيتصلوا بك في التليفون كيقول لك راه عندك واحد ليتر هنايا راه اجي تاخذها كتمشي تاخذ ديك الكوري ديالك. يعني شهاده السكنه مهمه البنات ها هو العنوان ديال لورغانيزم هو هذا مثلا الاسم ديال لورغانيزم اس او ا 35 بي تي اي هذا ديال غين يعني اي مدينه غادي تكتب الاس او ا ودير الكود بوستال هذيك 35 ديال الكود بوستال فوالا كتشوفوا الغين راه عندها 35 فديك 35 ديال الكود بوستال كناخذوا لي دو شيفر الاولين من الكود بوستال ديال المدينه اللي انا فيها وكنتواجد فيها وكنكتب الاس او ا نتبعها بهذوك لي دو شيفر ديال الكود بوستال وكنقلب في جوجل وكتعطيني المدينه اللي انا فيها فين جات هذيك لورغانيزم. فهي هذه كتكون الشهاده على هذا الشكل وهي عباره عن وثيقه سيرف سيرفا فوالا كتكون هذه الباسيون بحال هكذا فوالا البنات هكذا هنا في هذه الجمعيه غادي تمشيو تاخذوا الشهاده وكما قلت لكم الاسم ديالها راه يقدر يختلف من مدينه لاخرى. كتاخذوا ديك الشهاده كتمشيو تسجلوا ديروا كونط في لا بانك كتكونوا هنا لا بانك راه ضروري كتاخذ ليه رونديفو كتكونوا ديجا واخدين الرونديفو ملي كتشدوا الشهاده كتمشيو بها ديروا كونط في البنك ملي كتاخذ الكونط في البنك كتمشي للانتيغيم كتسجل فيه كتعطيه لي دوني ديالك شهاده السكنه لان غتبقى تجيك لي كوري ديالك كاملين غيمشيو لديك البلاصه اللي درتو فيها الشهاده. ملي كتوصلوا لشي حاجه راه كيتصلوا بكم كما قلت لكم كطلب لكم كذلك الكارت دونتيتي ديالك كتعطيها لا كارت ديالك ديال ليسبان كيقبلوها كتعطي كطلب لك لو غيب هي هذيك كتقول لها راه انا واخا تكون باقي ما وجدتيهش ديك الساعه يعني باقي ما خرج ليكش اولا باقي ما وصلكش رونديفو كتقول لها رانا غادي نصايبو ماشي مشكل. المهم كتقاد هذا ديالك كما قلت لكم راه كتقلبوا في
الدومين ديال بريباراتور دو كوموند داغي كتلقاو فيه الخدمه اللهم يسر. فيعني ما كاين شي حاجه اللي هي صعيبه في هذه المساله. هادو هما لي زيتاب اللي خص الانسان يديرهم باش يوصل فرنسا. اول حاجه هي شهاده السكنه، ثاني حاجه تمشي تفتح كونط في لا بنك، ثالث حاجه راه غادي تسولك لانتيغي ما يسولك على لا كارت فيتال، يعني ماشي مشكل. عاد تقول ليه ما عنديش، ولكن ما ان غير كتدخل تخدم كتكون شاد غونديفو اصلا قبل باش دير الكارت فيتال ديالك. ولكن لينا فريد راه غير كتدخل تخدم كتقول لهم راه خصني ندير الكارت فيتال، راه كتمشي ديريكتومون كيزربوها الناس اللي كيكونوا خدامين، لان كارت فيتال هي كلشي هنا في لا فرانس. يعني كيزربوها شويه للناس اللي هما خدامين، كيخرجوا لك واحد بعدا النوميرو دو سيكوريتي سوسيال، هذاك النوميرو هو اللي كتبقى تعطيه نتايا لومبلويور ديالك. ان في فين كيتحسبوا لك لي بوين ديالك، يعني شحال من ساعه خدمتي كتطلع عندك تما شحال من بوين، لي بوين لي ديالك ديال الخدمه، وهذوك لي بوين كتستافد منهم اللي كتبغي دير شي فورماسيون اللي هي بفلوس. فدوك لي بوين ما كتخلصش بهم، من كتشوف شحال عندك من بوين شحال من عندك كيفاش غادي نقول ليها كتيكيفالي ليك هذوك الفلوس، يعني ما كتوليش مخلص، كتخلص لك غير كارت فيتال. والى هنا غادي نقول لكم مع السلامه والى اللقاء.